للمزيد حول ذلك من القدس ينضم إلينا مراسلنا نضال كنعاني. نضال، دعنا في التفاصيل أو المعلومات التي تحصلت عليها حول هذه العملية، أين تمت، متى تمت حتى، وإن كان هنالك أي معلومات أخرى صدرت عن الجانب الإسرائيلي. نعم تسبيح، العملية بدأت يوم الاثنين صباحا، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من سجن مجدو غير بعيد عن مفترق وادي عارة قريب من مدينة حيفا. هذا الانفجار أدى إلى جرح مواطن إسرائيلي وفقا للجيش الإسرائيلي، وعلى إثر الانفجار بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحقيق، واكتشف أن العبوة الناسفة هي من نوع العبوات التي كان يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان وغير معروفة في الضفة الغربية، وبالتالي الجيش نشر العديد من الحواجز العسكرية في شمال إسرائيل، وفي النهاية تمكن من الوصول إلى الشخص الذي وضع هذه العبوة بالقرب من مدينة نهرية، ووفقا للجيش كان يحمل معه حزاما ناسفا، بالتالي قوات الجيش أطلقت النار عليه وقتلته. والآن الجيش الإسرائيلي يبحث في كيفية دخول هذا الشخص إلى إسرائيل عبر الأراضي اللبنانية، من الحدود اللبنانية إلى إسرائيل، من أي المواقع دخل وكيف دخل، هل دخل بنفق أم عبر البحر مثلا. ولكن الموضوع الأهم هو علاقة هذا الشخص بحزب الله. وفقا للجيش الإسرائيلي هو يحقق لغاية الآن في علاقة محتملة لهذا الشخص بحزب الله، وبناء عليه إذا كان لهذا الشخص علاقة بحزب الله فإن الجيش الإسرائيلي سيقرر كيفية الرد على هذه العملية التي وفقا لمسؤولين إسرائيليين تخرق جميع الخطوط الحمراء. وفقا لتسريبات ومصادر إسرائيلية فإن الجيش طالب بالرد على هذه العملية مباشرة، لكن المستوى السياسي في إسرائيل والمقصود هنا رئيس الحكومة ووزير الدفاع رفضا الرد المباشر على هذه العملية إلى حين التحقق من كافة التفاصيل. من القدس نضال كنعاني، شكرا جزيلا لك نضال.